بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اهلا وسهلا بيكم بحلقه جديده في برنامجنا ايه في حكايه. وايتنا النهارده من سفر القضاه اصحاح 13 عدد 25، جت عن شمشون يقول عنه الكتاب: وابتدأ روح الرب يحركه في محله دان. وانا اتكلم معاكم النهارده في ازاي ان روح الله اللي كان بيحرك شمشون ده هو نفس الروح اللي ساكن جوانا والمفروض انه يحركنا في حياتنا. هل أنا بيحركني في حياتي روح الله، ولا بتحرك من ذاتي، يعني انفعالات خاصة، ولا بتحركني مشاعر غلط، ولا بيحركني أصدقاء حواليا أو أفكار المجتمع اللي أنا عايش فيه؟ يا ترى إيه اللي بيحركني؟ يقولوا إيه الفرق بين السمكة الحية والسمكة الميتة؟ السمكة الميتة تبقى في المية تمشي مع كل طيار، مكان ما يروح الطيار ياخد السمكة الميتة، أما السمكة الحية فبتروح مكان ما هي عايزة، صحية تقدر تمشي حتى ضد التيار. إن كنت أنا كإنسان مسيحي روح الله هو اللي بيحركني، فأنا أقدر أمشي في الاتجاه اللي بيحدده لي روح الله، مش أمشي في الاتجاه اللي بيحدده لي الناس أو الاتجاه اللي بيتحدده ذاتي أو شهوات قلبي هي اللي بتحركني. علشان كده جماعة إحنا محتاجين باستمرار نفكر، هل يحركني روح الله في كل تصرف وكل فعل في كل فكر؟ وانت قاعد مع اولادك وبتنصحهم وبتعلمهم وبتكلمهم وبتخرج معاهم، فكر اللي بيحركك روح الله ولا عايز ابنك يبقى يعمل حاجة معينة في دماغك. وانت بتتكلم مع الناس وانت في شغلك وانت في كل مكان بيحركك روح الله؟ طب روح الله دوت مش بعيد عنك، ده ساكن فيك. يقول روح الله ساكن فيكم، فان كان روح الله ساكن فيكم هو نفسه كان بيحرك شمشون في محل الدين، هو نفسه اللي اختطف روح الرب في لبس فوجد في أجدود بعد ما عمد الخصي الحبشي. روح الله هو اللي كان بيحرك القديسين، عشان كده كان بيعمل بيهم أعمال عظيمة. انت إن سبت نفسك لروح الله، الله يعمل بيك أعمال عظيمة. بس اترك نفسك لروح الله. تقولي طب اترك نفسي لروح الله يعني اعمل ايه؟ يعني عيش باستمرار في حياة التوبة وحياة الصلاة. لازم يكون لك أب روحي تعترف عنده باستمرار يقود حياتك، تراجع أفكارك باستمرار. ما ينفعش نمشي في حياتنا كده من غير ما نقف وقفات في الطريق. لو الواحد ماشي في حياته من غير ما يقف ما عندوش فرصة يفكر أنا ماشي في اتجاه صح ولا في اتجاه غلط. كمان حاول باستمرار تراجع نفسك على كلمة ربنا. هل الكلام اللي أنا بقوله، هل الأفكار اللي في عقلي، هل تصرفاتي ماشية مع كلام الله في الكتاب المقدس، ولا حياتي منفصلة عن كلام الله؟ احنا كتير ناخد كلام الله ونقول ايه، اصل الكلام ده مش ليا يا ابونا، انا انسان انا غلبان، اصل الوصية دي تقيلة جدا يا ابونا، اصل انت بتكلمنا على ماري جرجس ومريمينا والعذراء وقديس زي شمشون في العهد القديم رجل من رجال الايمان، لكن انا رجل غلبان. لكن بننسى ان روح الله ده اللي اشتغل في جميع هؤلاء هو ساكن فيا، اشتغل فيا، ممكن يحولني ويخليني زيهم، واحد من القديسين. يا ريت نراجع نفسنا، روح الله يحركنا في كل عمل وكل فكر. ولربنا المجد دائما ابديا امين.